بخصوص نسب المشاهدة واللي كتخضع القياس بمعايير علمية وعبر شركة متخصصة هي اللي كتشتغل في فرنسا، بطبيعة الحال وكما ورد في بلاغاتنا الصحفية فقد ارتفع ويرتفع مشاهدو القطب العمومي اللي وصلوا لدرجة 83.4% خلال فترة الذروة ب خلال شهر رمضان، و 65 ما يناهز 65% طيلة النهار، وهذا إن رجع وهذا يعود بطبيعة الحال لتكامل الإنتاجات بين القناتين الأولى والثانية، والتي تتسم بالتنوع، تتسم بالغنى، وتقدم مجموعة من البرامج تستجيب بطبيعة الحال بعد دراسات متخصصة في المجال، تستجيب لحاجيات وانتظارات الجمهور المغربي المتعطش لإنتاجه الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.